الشهور بتمر وانا بستنى الحمل بصبر، نفسي اضم ضنايا في حضني وحاسه بيأس. مركز مضمون، علم وخبرة، إيمان وأمان، مركز كامل، مركز جاهز، عزم أكيد، ثقة في الرحمن، تحاليل كاملة، إشعة وفية، مناظر دقة ورعاية شاملة، أطقم خدمة عندها خبرة، فهمة ودرسة بظروف حاسة، ودكاترة وشعشعة البشرة، جددوا أملي في حلم البكرة، حكمي خلاص ما بقاش مشكلتي، ما بقاش عجزي، ما بقاش يأسي، كله بأمر الله يتحقق، وياخد ابني في حضني وأصدق، عند البشرة لقيت البشرة، نجم في عالم الحقن وخبرة. البشرة مع نبني أسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة مركز البشرة للخصوبة وحقن المجهري وأطفال الأنابيب ورعاية واهتمام من القلب. أهلا بيكم، في كل مرة بنبتدي حلقتنا بيبقى عندنا بعض الأسئلة اللي لغاية النهاردة مش عارفين الإجابة النهائية والنموذجية بتبقى إيه، ولكن عشان تكون الإجابة سليمة لازم أخدها من متخصص، من مجموعة كبيرة من أساتذة واستشاريين في مجال النساء والتوليد والحقن المجهري. عايز أقول إن في مركز البشرة هنا أنا بشوف، حضراتكم تقدروا تشوفوا كمان نوع الأجهزة ونوع الاهتمام وكمان الأبحاث العلمية اللي موجودة في كل أوروبا والعالم موجودة هنا. وبيشرفني يكون معايا نجمة من نجمات الطب وملائكة الرحمة والاهتمام اللي من القلب، دكتورة وفاء رمضان، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة القصر العيني، أستاذ النساء والتوليد والحقن المجهري. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أنا لما وصفت حضرتك نجمة لسبب، لأني أنا بشوف في لقاءاتي مع حضرتك أنك بتدي ضوء زي النجمة بجد للناس، بتقول لهم ما تخافوش وهقول لكم الحقيقة، والحقيقة اللي ما بتوجعش، هقول حقيقة ما بتوجعش، هقول لكم الحكاية بتنتهي فين. النهاردة أنا عندي سؤال مهم، ايه هي العوامل اللي ممكن تأثر على نجاح عملية الحقن المجهري خاصة بالجهاز التناسلي للمرأة؟ قبل ما تجاوب، يعني مثلا لو لقينا ورم ليفي في الرحم بتتصرف ازاي؟ تمام. طبعا عشان بس الناس تبقى عارفة ايه هو الورم الليفي، طبعا هو عشان في ناس بتسمع الكلمة بتتخض، يعني ورم ليفي فتقلق، احنا بنقول ان الورم الليفي ده ورم حميد، بيبقى بس نشاط في الخلايا العضلية بتاعة جدار الرحم، ولو حصل نشاط زائد بيترجم ده الورم الليفي. الورم الليفي ده مشكلته ايه او هيعمل لي ايه؟ ده مش كانسر؟ لا مش كانسر. ما يتقالش عليه كانسر، هو يعتبر ورم حميد. بس هو الورم الحميد ده ليه انواع، في انواع ما لهاش علاقه خالص بالخلفه، ما تاثرش على الخلفه تماما، في انواع ليها علاقه بالخلفه. فانا لازم اعرف من البدايه كده، هل الورم ده مرتبط مؤثر لي على تجويف الرحم او بطانه الرحم ولا لا؟ لو هو احنا قلنا ممكن يبقى في جدار الرحم، ممكن يبقى بره الجدار، ممكن يبقى في بطانه الرحم، انا اللي يهمني الاورام اللي فيا اللي هتاثر لي على البطانه. يعني لو انا مثلا اكتشفت وجود ورم ليفي داخل تجويف الرحم، فده طبعا لازم يتشال. لازم يتشال، لازم يتشال، وبيتشال بقى بجراحه وضخمه وعمليات وحاجات. وكان زمان كان الحل الوحيد هو الجراحه، انما دلوقتي طبعا كل يوم العلم في ابحاث وتقنيات جديده، فبقى بسهوله قوي ان احنا ممكن نشيله عن طريق المنظار الرحمي من غير اي فتح ومن غير اي جراحه، خصوصا لو كانت اورام اللي فيها حجمها اقل بسرعه وحاجات كده، وما بتعمله العيانه بس بتخرج في نفس اليوم، يعني حاجه ما بنلجاش لفتح البطن ولا بنتعرض للالتصاقات، لان كان زمان ده الحل الوحيد في الفتره اللي قبل اكتشاف او وجود المنظار الرحمي. طيب لو انا حضرتك اثناء العلاج شفت انتفاخ في قناه فلو، طبعا انا حقيقه كان ليا بحث دولي في 2016 في المجله الاوروبيه للخصوبه والعقم، كان عملت فيه تاثير انتفاخ قناه فالوب على الدوره الدمويه اللي واصله لبطانه الرحم. والبحث ده بتاعي انا وفريق معايا من العمل في كليه الطب القصر العيني،
وكانت ابحاث اتعملت كتير قوي على تاثير انتفاخ او الميه اللي بتبقى موجوده في قناه فالوب على الحقن المجاري. فهي من زمان قوي اثبتت الابحاث ان وجود الميه او السائل اللي في قناه فالوب اللي هو ناتج عن التهاب في الانبوبه فادى الى انسداد الجزء منها فعملت فيها انتفاخ، فالانتفاخ ده ادى لتجمع السائل بداخل القناه. فطبعا احنا عارفين ان قناتين فالوب متصلين مباشره بالرحم، فتخيل حضرتك في حاجه عماله بتطلع ميه، الميه دي فيها سائل، السائل ده فيه ميكروبات وفي حاجات. طبعا بالطبيعي ان السائل ده ممكن يعمل لي عمليه ان انا رجعت اجنه، فممكن يروح البيبيهات او الاجنه دي هتنزل بوجود السائل ده، يعني طبعا زي نقول ان هو عائق لعمليه الزرع. بالظبط. ده غير كده بس مش الميه بس نفسها، ده لقوا كمان ان هي بتطلع حاجات توكسيك او حاجات سامه بتوصل للدم بتاع المريضه، فده بيأثر بالسلب على نجاح العمليه. فعشان كده لما بنلاقي من الاول في مرحله التحضير او مرحله اعداد المريضه لو انا لقيت انتفاخ في قناه فالوب، فطبعا بننصح المريضه ان هي لازم ان هي بيتم فصل قناه فالوب او ربطها، يعني فصل ان انا اشيله ابعدهم تماما عن طريق المنظار البطن، ان انا بفصل قناتين فالوب بحيث ان انا اضمن ان السائل ده مش هيأثر على نجاح العمليه. ودي تعتبر من اهم الحاجات اللي لو العينه اكتشفت ان هي عندها انتفاخ او سائل في قناه فالوب لازم يتم فصلهم بعمليه المنظار مباشره. طب لو لقيتي وانت بتعملي التحضيرات دي اكياس الشوكولاته اللي انا مش فاهم دي ليها علاقه بالدايت ولا بالنساء ولا بالحمل، انا مش فاهم اكياس الشوكولاته دي ايه؟ لا حلاوه حلاوه الحقن المجهري كل الحاجات فعلا اللي بنقابلها. طبعا التشوكليت سيست او الكيس الشوكولاته دوت بيبقى نوع من انواع هجره بطانه الرحم. احنا طبعا عارفين ان الرحم ده ليه بطانه، البطانه دي اللي هي بتخضع للهرمونات اللي طالعه من المبيض، فالمفروض ان البطانه دي كل شهر بيحصل فيها تغيرات. لو حصل حمل البطانه دي بتتغير لحاجه لطبقه معينه بتساهم في تثبيت الجنين. مظبوط. لو مفيش حمل بتنزل على شكل دوره. تمام. فساعات بقى ان البطانه دي لا تسيب الرحم كله وتهاجر بقى من الرحم تلتصق في حاجات كتير قوي، تيجي البطانه دي تروح قاعده في البطن ملزقه لي البطن في بعض عاملها التصاقات او تعمل لي انسداد في الانابيب، او تيجي بقى تزرع على المبيض نفسه يبقى حاجه شبه دم الدوره بالظبط على المبيض. فالمبيض ده ما هو عباره عن حاجه بتطلع لي بويضات بجوده كويسه كل شهر، عباره عن دم. فعشان احنا لما بنشوفه ودم غامق بالظبط كده، فلما احنا بنشوفه بالسونار بيبقى غامق قوي بنقول عليه دارك شوكليت لايك شبه الشوكولاته. فالبقى انت عارف العاميه والناس بقى كل الناس عرفت ان ده كيس الشوكولاته. ده انا عايز اقول لك يا دكتوره اول ما بتيجي السيره دي قدام كل الناس نفسها بتروح لا بس عشان ده المنظر بتاعه بيبان في السونار بيبان بالشكل ده اللي هو الدم الغامق قوي، فبيبان شكله اللي هو دارك قوي. لما بنفتح كمان الكيس ده سواء عن طريق طبعا عن طريق منظار فبيطلع الدم شبه الشوكولاته فعلا. يعني حضرتك لو شفت اي منظار لعيانه عندها الشوكولات سيست ده هتلاقي ان في منظر الشوكولاته فعلا طلع في بطن العيان، هو ده بقى هجره الدهون بتاعها. دكتور لو احنا شفنا يعني او انت شفتي او احنا شفنا لو انت شفتي التصاقات بتتصرف ازاي او ايه الاجراءات اللي المفروض تحصل للمريض اللي عنده التصاقات؟ هل يا ترى بلازم نخلص منها ما قبل الحقن المجهري ولا ممكن نحن؟ طب هو عملية الالتصاقات هو على حسب، هو الحقيقة في التصاقات في الرحم وفي التصاقات في البطن. لا لو في الرحم. لو انا اكتشفت في مرحلة الاعداد ومرحلة التحضير ان انا شكيت ان الرحم ده في التصاقات، وطبعا هعرف ازاي اهو شك ازاي؟ بالزبط. في حاجة اسمها تاريخ المريض، تيجي عيانة تقول لي ده انا عملت عملية سقطت قبل كده وعملت عملية اجهاض وعملنا كحت وتنظيف للرحم، من ساعة ما عملت العملية دي عندي كمية الدورة بدأت تقل. فبدات تقل، بدات تقل ليه؟ معناها ان البطانه بتاعتها مش شغاله بكفاءه كويسه. فابدا انا اشك، لو انا شكيت مجرد ان هي قالت لي الكلمتين دول فانا بدات اشك ان حصل تصاقات نتيجه العمليه، ان هي عملت كحت بزياده او كانت عامله قيصريه وبعد القيصريه جت تقول لي ان كميه الدوره مثلا بتقل. فكل الحاجات دي بتخليني انا كدكتوره اشك ان ممكن يبقى في التصاقات. هنشخصها ازاي؟ برده هنشخصها يا اما برده اكيد بالسونار ثلاثي الابعاد ده بيساعدنا كتير قوي، وده موجود يا دكتور؟ موجود طبعا. وبالمنظار الرحمي بخش انا بكاميرا حوالي 3 ملي بنقول عليه منظار رحمي تشخيصي، وده موجود برضه، وده موجود عندنا هنا في مركز البشرة. طبعا عندنا وحده مناظير متكامله ان شاء الله بتقوم بيها الطبيبات والاطباء، طبيبات موجوده طبيبات ممكن تعمل ده. طبعا. فلو لقينا فعلا في نسبه التصاقات بالمنظار التشخيصي ممكن بقى ساعتها احتاج ان انا لا هنتحول لحاجه اسمها منظار علاجي، ان انا لا لان المنظار التشخيصي ده ممكن يتعمل من غير بنج، يعني حاجه بتاخدش 5 دقائق انا بس اتاكد 100% ان في التصاقات. لما بتبقى التصاقات نسبتها عاليه قوي لا بنحول بقى المنظار التشخيصي لمنظار علاجي، بنقوم بعمليه فك التصاقات. عندي دكتوره سؤال، بروح انا عند بعض الدكاتره وبرده المرضى بتوعنا او مشاهدينا بيروحوا عند بعض الدكاتره، هروح عند الدكتور
يقول لي انت عندك المشكله الفلانيه خد الدواء ده. فاقول له طب يا دكتور يعني المشكله دي عباره عن ايه؟ جاتني منين؟ طب ايه اللي خلاها جاتني اصلا؟ طب هخف منها بسرعه ولا اقعد طول العمر اخد في دواء؟ ما يردش عليا او اجاباته تبقى قصيره قوي. هل يا ترى انت من ضمن سياسه العلاج في مركز البشرة هنا ان لا ده المريض انا هقول له انت عندك ايه؟ سببه ايه؟ اجراءاته ايه؟ وكل دواء من اللي هتاخده بيعمل كمان ايه؟ هل يا ترى ده الكلام طبعا معقول؟ لازم المريض يبقى فاهم حالته المرضيه كويس. اعتقد ده بيسهل كتير قوي عليا في العلاج لما يبقى المريض فاهم من الاول كل حاجه، بيسهل عليا كتير قوي. يعني لما اقول له العلاج حضرتك احنا هناخد المنشط الفلاني بالطريقه الفلانيه في الوقت الفلاني، يعني مثلا المنشطات في حاجات بتتاخد عضل وفي حاجات بتتاخد تحت الجلد، ما ينفعش ان انا اقول لها خدي الحقنه وخلاص وامشي، لا مفيش حاجه اسمها كده. حضرتك هتاخدي الحقنه الفلانيه عن طريق العضل الساعة الفلانية، ده أهم حاجة في نجاح العملية، إن يبقى العيان فاهم العلاج أو الطريقة اللي هياخد بيها العلاج. كتير قوي تيجي تقول العيان هتاخدي الحقنة المفجرة الساعة 12 وتنسى تكتب 12 الحقنة المفجرة للطبيب، تتعديها الساعة 12 تبقى مش عارفة تاخدها 12 الصبح ولا 12 الظهر. لا ولازم أشرح لها يعني إيه مفجرة برضه، ما مش حقنة إرهابية بالظبط كده. فهي العيانة لازم تبقى فاهمة كويس قوي أنت بتتكلم في إيه طبعاً. عشان تشاركك في بتشاركك في الـ في الـ في الـ في تنفذ التعليمات وتنجح. يعني لو انت ما فهمتهاش تقول لها مثلا 3 امبولات في اليوم، ممكن انا تيجي لك على الثلاث ايام واخده 3 امبولات وخلصت على كده، هي ما فهمتش منك لانك انت ما وصلتلهاش المسج كويس. فطبعا لازم العيان يفهم كل حاجه. طبعا عندي كمان يا دكتور سؤال، بعض مش الزوجات الازواج بيبقى عنده مشكله انه عنده دواء 3 مرات في اليوم، فياخد مرتين ويكبر دماغه في مره، ياخد صبح وما ياخدش بالليل، ويرجع يشتكي ان النتائج مش موجوده، وساعات يتهم الطبيب المعالج ان هو قصر او اخطا. تعليمات وروشته سريعه كده لكل واحد مطلوب منه دواء او التزام بنظام دوائي يعمل ايه؟ هو طبعا انا هقول ان في جزء كبير طبعا على الطبيب، يعني لازم الطبيب يبقى كاتب بالظبط طريقه الجرعه المده، ده لازم. يعني سي ان انا هاخد 3 امبولات في اليوم، يبقى الدكتور يكتب 3 امبولات في اليوم مثلا في نفس الميعاد، وانا يا ريت نحدد الساعه عن طريق العضل في من يوم السبت تاخد 3 لحد 3 الى 4 3 ونقعد نحسبهم مع بعض كده، يبقى انت في المده كلها مثلا واخد لك 15 حقنه. لو العيانه ما خرجتش من قدامي فاهمه القصه دي اصلا ما مش تنفع. يعني سي ان هنا المفروض ان انا تاخد 15 حقنه مثلا في الاربع ايام، جات لي العيانه واخده حقنتين 3 او 4 لو واخده 10 بس بكنسل على طول عمليه طبعا. احنا مش هنكمل ازاي؟ ما انا السنه محكومه ببويضه بتكبر 2 مللي في اليوم، يعني البويضه برده دي ليها ما زي ما قلت لحضرتك ربنا خلقها مش ماتيور، يا ربنا خلقها بويضه صغيره كل ما بدي بنشاطات كل ما هي بتكبر. المعروف ان هي 2 مللي في اليوم دي مرحله نضج البويضه، فلو انا جيت وصلت لليوم العاشر في التنشيط ولقيت البويضه بتاعتك ما كبرتش عن 10 مللي يبقى انت كده ما خدتيش حاجه من حظك. انا الكلام معاكي يعني يا دكتور ما عايزين نعمل كده كتير بقى ونتكلم كتير، لان انت المميز في دكتوره وفاء يا جماعه انها تحس انها واحده من العيله وبتحكي لنا حاجه. يعني تخيل حد قريبك بيفهمك وبيشرح لك ده اقصر طريق للعلاج، ان حد منك يخاف عليك مش يطبق شغله عليك، يخاف عليك وعلى نتائجك وعلى نفسيتك. حد بيتمنى تنجح اكتر من نفسك، هو عايزك تنجح ويبقى عندك بيبي يجري حواليك والعمليه اللي بتعملها تنجح عشانك مش عشانه. ما هو ما شاء الله اساتذه وشافوا وياما حققوا نتائج. لا كل مره بيتعاملوا مع مريض جديد بيبقى الامل فكره ان لازم نفرح ونحقق نتيجه معانا. بشكرك جدا دكتوره وفاء رمضان، بشكرك للمره الثانيه، واستنونا في لقاءات ثانيه كتير مع مركز البشرة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شهور بتمر وانا بستنى الحمل بصبر، نفسي اضم ضنايا في حضني وحاسه بيأس. ثقة في الرحمن.
تحاليل كاملة إشعات وفية مناظر دقة ورعاية شاملة أطقم خدمة عندها خبرة فهمة ودرسة بظروفي حاسة ودكاترة فوشوشر البشرة جددوا أملي في حلم البكرة حكمي خلاص ما بقاش مشكلتي ما بقاش عجزي ما بقاش يأسي كله بأمر الله يتحقق وياخد ابني في حضني وزده عند البشرة لقيت البشرة نجم في عالم الحقن وخبرة البشرة مع نبني أسرة.